السلام عليكم، هنية اقتصادية جبت لكم اليوم طبطة التفاح. طبطة التفاح تارت بوم، عندنا كيلو فرينة، نص كيلو تاع زبدة ولا مكاهين، عندنا ملعقة تاع سكر، صفار حبابيط، ان جون دوف، عندنا فاني، عندنا شوية ما زهر، ملح وتفاح. نبداو في مقادير العجينة. لاباط، عندنا لا ميزور دو فارين، كيلا فارينا، عندنا هذيك الزبدة دايبة على طاجة المطبخ، بيغ غامولي نص كيلا، كيلا فارينا على قيس 150 غرام، ونص كيلا تاع الزبدة على قيس 30 غرام، نص كيلا تاع المنقارين تاع الفارينا، الفارينا عندنا 150، نصف تاعها منقارين، وعندنا ملعقة تاع سكر، عندنا شوية ملح، عندنا فاني، نخلطوا هذه المكونات وميلونج. هذه هي لاباط بريزي، العجينة المكسرة ولا كش واحد كيفاش يعيطوا لها، هي يقولوا لها لاباط بريزي. خلطوها، نزيدوا لي جون دوف، صفار حبابيط، من بعد نزيدوا، هي فاكولتاتيف اختيارية، اون كويير تاع مزهر، ملعقة تاع مزهر، انا نحب ندخل المزهر في لي غوسيت، ونديرو ملعقة تاع ما، نبداو نعجنو ونشوفو ولا تلمت لنا العجينة، ما نزيدوش ولا ما تلمت لناش نزيدو ملعقة تانية تاع الماء. هاي ديك لاباط تاعنا، درنا لها زدنا لها ملعقة ماء، اون كويير تاع ماء، هاي كيفاش تلمت، هاي كيفاش تجي. دوك نديروها بابي فيلم ونخلوها تريح تريح مدة اون اور تاع الفريجيدار، ساعة في الفريجيدار في البراد. هاي الكلابات تاعنا ندير لناها في البابي فيلم، نخلوها تريح مدة ساعة داخل الفريغو، ونعاودو نولو دوك نكملو التفاح تاعنا. ها بديك التفاح نقشروه باش نوجدو لافارس. ها بديك التفاح بعد ما نقيناه، هذا نخلوه للتزيين، وهذا نطيبوه. هادية كيلة تاع التفاح، نديروها نديرو لها ملعقة تاع السكر، غادي نطيبو بيغي دو بوم دي بوم ولا تفاح ملحي، ونديرو له كاس ماء، ونديرو له ملعقة تاع قارص، ونخلو حتى يطيب مليح ويجي كومي بيغي، كي العصيدة تاع التفاح ولا بيغي دو بوم. هاو ليك التفاح لي درناه يغلي، هاو بعد ما طاب الحيناه، هادي هي بيغي تاع لي بوم كيما يقولوا الدراري، كيما يديروا لهم لا كومبوت تاع التفاح، هادي هي. وهذا اللي كنا في طرافات قطعناه مارس، دوك نديروه في مقله، ونديروا له اون كويير ولا ملعقه تاع السكر، ملعقه وشويه تاع السكر، ونديروا له كيف مغرفه تاع زبده، مغرفه تاع قهوه تاع زبده، اون كويير كافي، ونديروه فوق النار، نزيدوا له ملعقه تاع مزهر. انا اللي نحب ندخل المزهر في كل الوصفات، كاع لي بريباراسيون نحب ندخل اون كويير تاع الفلور دورونجي. فوالا، دوكا نديرو فوق النار. هاد لي بوم لي رانا نديرو فيهم هكدا، نديروهم كاراميليزي، نخلوهم يتحمصو مليح، كي يتحمصو مليح نخلطوهم مع هاديك لابيغي تاع التفاح، باش نحشو بيهم لي تارتولات تاوعنا. لي تارتولات تاوعنا راحين يكونو دي تارت بوم كو دلا بوم، غير التفاح ولاباط. هام ليك لي بوم تاعنا، التفاح تاعنا كيفاش راهو كاراميليزي مكرمل، دوكا نحوه ونديروه في الطراجي، ونحكمو هاديك لابيغي لي درناها تاع التفاح، نخلطوه مع بعض، وهذا لي نحشو بيه لي تارتولات تاعنا. هاي نحشو بيه لي تارتولات تاعنا، دوكا نديرو نحلو العجينة.
هاك دوكا نحلو لاباط، نحلو العجينه تاعنا. بعد ما ريحت ساعه وهي في الفريجيدير برات، نقول الشفارينه ونفتحوها. هاك لاباط تاعنا جات ما شاء الله سهله، اقتصاديه، وصفه اقتصاديه. نديرو نحكمو نقطعو بالبورت بياس، لازم بورت بياس يكون كبير على الطابع تاعنا. الطابع تاعنا دهناه بشويه زيت وبودريناه بشويه فارينا باش كي نديرو العجينه لداخل ما تلصقش. هاي لك كيفاش نديرو، ندخلو العجينه تاعنا. ديروا كاع الاخر ديالنا ومن بعد نعاودوا نرجعوا نسقموا. ها هو كيفاش ندخلوها مليح، نطفوا كاع لي بور، لازم نسقفوا بيا الداخل باش ما يتنفخ لناش الطياب. ندخلوا ميه الحبه من بعد نحكموا فرشيطه نثقبوا القاع، نسيو نثقبوا شويه ثاني الجنب هكا ونعملو لافارس تاعنا تاع لا بيوري دو بوم. هاي كي قلتلكم تيبيكمون تفاح، طرطات بالتفاحات كاملة ما فيهاش كريمة، ما نقولكمش على البنالي اللي راهم فيها الله يبارك عليهم. ما انا نقول ننصحكم تجربوهم ما تندموش. دوك نقطعو التفاح باش نحطو ديكورو بيه لي طاطولات تاعنا. ما نرقوهمش نديرهم شي خشان باش نبداو كاع الفايده والفيتامينات تاع التفاح، ونبداو نشكلو فوق الحبات تاعنا. بعد ما نشكلوهم نديرو فوقهم شويه سكر ونديروهم يطيبو ونولو. بعد ما شكلنا التفاح تاعنا فوق لي طاطولات نحكمو نديرولو زيدولو شويه سكر. هذاك شويه سكر نديرولو شويه قرفه، هذه اختياريه، اللي حبت دير اللي حبت ما ديرش. تحب ما ديرش ديري غير السكر وحده، اللي عندها سكر الاحمر ديري السكر الاحمر. هذا يعطيلو بنه. هذا سكر avec du cannelle. Si veut mettre quelqu'un veut mettre le sucre avec du cannelle, sinon vous faites le sucre simple. On fait la, on va de le mettre dans le four à 100 à 170 degrés, 45 minutes de cuisson. نديرو في الفور على 175 درجه ولا 170 درجه 45 دقيقه طهي. نتلاقاو بعد هايك الوصفة من بعد ما وجدناها لي طاطولات تاوعنا. شوفوهم كيفاش جاو لداخل، شوفو شحال طريين. شوف نقولكم ديرولنا لايك على هنية اقتصادية باش يوصلكم المزيد، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفة تانية على يوتيوب. والى اللقاء.